بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مجامع الحمد. لأنك قلته قبل الفراش، رواه الإمام الأنباري في صحيح الجامع. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال حين يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، فقد حمد الله تعالى بجميع محامد الخلق كلهم. يعني يكتب لك ثواب حمد جميع المخلوقات على وجه الارض. تعرفين: وان من شيء الا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، سوره الاسراء. فالحيوانات والحشرات والجمادات تحمد الله سبحانه وتعالى. فلو انت قلت الذكر ده اخذت في الثواب من الحسنات ما يساوي حمد جميع المخلوقات على وجه الارض. لا يقدر بحسنات، مليارات مليارات الحسنات. والاهم من كده، طبعا لو انت جالك الاجل وانت نايم خلاص بقيت من اهل الجنه. الاهم من ده وده كمان انك انت، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: افضل عباد الله يوم القيامه الحمادون، بتشديد الميم، الذين يكثرون من الحمد. طب انت حمدت ربنا بصيغه تساوي حمد جميع المخلوقات على وجه الارض، تبقى من الحمادين ولا مش محمدين؟ باذن الله واظبت عليه كل يوم تكتب من الحامدين والشاكرين، وتكون من افضل خلق الله يوم القيامه، لانك من الحمادين مش الحامدين بتشديد الميم، الذين يكسرون من الحمد. فانت قمت تقول حمد بيساوي حمد جميع المخلوقات على وجه الارض. في افضل من كده؟ لا يقدر بحسنات، مليارات مليارات الحسنات. فريت نحفظه ونقوله قبل احد طرقك الاكيده ان شاء الله الى الفردوس الاعلى. تحفظه ونقوله قبل النوم. قولوا قولي هذا، استغفر الله.